بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 وتوقيع ملحق باريس الاقتصادي عام 1994، بدأ الحديث عن إقامة مناطق صناعية مشتركة وحدودية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال بتمويل ثنائي أو دولي، والتي تطورت فيما بعد لتندرج ضمن مفهوم السلام الاقتصادي. أصدر البنك الدولي دراسة بعنوان خطة الانفصال الإسرائيلية، الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات، وفي الوحدة رقم 3 كانت مخصصة عن المناطق الصناعية، وذكر في هذه الدراسة البنك الدولي بشكل واضح أن هناك لا مجال لدولة فلسطينية قابلة للحياة إلا إذا وافق الفلسطينيين على بناء من 9 إلى 12 منطقة صناعية إسرائيلية فلسطينية أجنبية مشتركة على طول الحدود. في عام 2005 أعلن عن مبادرة لإنشاء منطقة صناعية زراعية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتنمية جيكا، والتي عبرت عن استعدادها لتمويل إنشاء هذه المنطقة لتكون جزءاً من مشروع أكبر يستهدف منطقة الأغوار كلها تحت ما يسمى بمشروع ممر السلام برعاية اليابان. أنا كنت صاحب هذه المبادرة في إقامة المنطقة الصناعية الزراعية في منطقة الأغوار، وكانت بالأساس هي موجودة في طوباس في منطقة ألف تحت السيادة الفلسطينية، وتم تخصيص قطعة أرض 680 دونم آنذاك. ولكن بعدما أنهينا وجودنا في الحكومة التاسعة في بداية 2006 تم نقل هذه المنطقة من طوباس إلى مدينة أريحة. الملف آنذاك لم يتم إدارته من خلال وزارة الاقتصاد الوطني، لأنه كانت حماس هي التي تولت شؤون إدارة وزارة الاقتصاد في 2006 وال 2007، فنقل الملف إلى ملف المفاوضات السياسية الفلسطيني من خلال أخونا الدكتور صائب علاقات، اللي هو أمر بنقل هذه المنطقة الصناعية من طوباس إلى مدينة أريحة. وعند تحليل التطورات على الأرض يمكن ملاحظة التغيير الذي طرأ على سبل تنفيذ المشروع ومجمل شبكة العلاقات السياسية التي يرسمها. فالمشروع بدأ كمشروع فلسطيني أردني بتمويل ياباني، ثم تطور لاحقاً ليضاف إليه شريك رابع وهو الاحتلال الإسرائيلي. بشكل عام نحن نرى في خطورة في وجود مناطق صناعية من هذا النوع، نرى وجود غياب لرقابة لتوقيع اتفاقيات من هذا النوع، وهناك سؤال كبير: لمصلحة من تقام هذه المناطق الصناعية؟ لمصلحة من تتم هذه الشراكة ما بين الرأسمال الفلسطيني والإسرائيلي والأردني؟ كان هذا المشروع هو مشروع فلسطيني أردني مشترك من خلال هذه البوابة عبر الأغوار وعبر الجسر الملك حسين، وكان بالأساس أن يكون جسر الأمير محمد أو بين قوسين جسر دامية، الذي أغلق بقرار عسكري جائر في سنة 2005 تحت حجة الصيانة، وعلى أن يكون هذا المشروع مدعوم بالكامل من خلال ماليا وحتى تكنولوجيا من خلال الحكومة اليابانية ومؤسسة جايكا، وهي ذراع مالي فني مهني يعني تمويل المشاريع في مناطق السلطة. فنحن اليوم نرى أنه ما عادش مشروع فقط فلسطيني أردني وبتمويل أوروبي، دخل فيه الطرف الإسرائيلي بطريقة أو بأخرى، فصار المشروع هو مشروع رباعي الأبعاد. المنطقة الصناعية هتكون ثلاث مراحل: مرحلة أولى وثانية فلسطينية على مناطق ألف وباء، ومنطقة ثالثة على سي. هلأ سي هي اللي بتوقعوا فيها المصانع الإسرائيلية، في وثائق مختلفة بتأكد أنهم سعوا للشراكة مع الإسرائيلية في المشروع وفي مشاريع أخرى. تم التوجه لمؤسسة جايكا لكي نستوضح منهم عن دورهم في مشروع المنطقة الصناعية الزراعية في أريحة، ولكن وبعد عدة مراسلات رفضت المؤسسة وعلى لسان موظفيها بإدلاء أي تصريح،
وذلك بالادعاء بأنهم ليسوا العنوان لذلك. أما بالنسبة لوزارة الاقتصاد فقد تم تحديد موعد لمقابلة الوزير، وعندما كنت على وشك إجراء المقابلة معه رفض إجراء المقابلة لأن الفيلم يعود لمؤسسة بيسا. وجهة نظرنا أن هذه الاتفاقيات لا تراعي الشروط التي يجب أن تتوفر في اتفاقيات من هذا النوع، لأن موضوع كما قلنا المناطق الصناعية ليس هو فقط موضوع إقامة مصانع وإنما موضوع السيادة أيضا، والقضايا السيادية تحتاج إلى موافقة لأن هناك أسئلة كبيرة خاصة ونحن تحت الاحتلال. من وجهة نظرنا أن هناك من يحاول استغلال غياب المجلس التشريعي، وهناك حالة من الفوضى التي يجب هنا استمرار التدقيق والفحص والوصول إلى من المسؤول عن توقيع اتفاقيات من هذا النوع تتعلق بالمسائل السيادية. توجهنا إلى أهالي أريحة والأغوار لنستوضح منهم ما هي المعلومات التي يعرفوها عن المنطقة الصناعية الزراعية في أريحة. هاي المنطقة الصناعية هي تطبيع مع الإسرائيليين، لأنه هي برأس مال فلسطيني إسرائيلي، وكل منتوج المستوطنات في الأغوار راح يكون من خلال هاي المنطقة الصناعية وتصدير على الأردن من خلال الأردن، يكون في خط من عنا من منطقة أريحة. أول مرة أسمع عن المنطقة الصناعية. أول مرة بتسمع؟ أنا أول مرة أسمعها. سمعت أن تسوي منطقة صناعية بمصر. شو سمعت كمان؟ إيش هالمنطقة بده يكون فيها؟ مصانع، سمعت أنها تفتتح من عندنا. بس هذه منطقة بتفيدش الأغوار بالذات، لأن منطقة الأغوار تعتبر منطقة ثانية عن منطقة أريحة. يعني يوم ما مع الإسرائيليين رايحين يحجزوا المناطق عن بعضها. منذ الإعلان عن المشروع نشر العديد من دراسات الجدوى المرتبطة بالمشروع باللغة الإنجليزية على موقع مكتبة مؤسسة جايكا. دراسات الجدوى كانت فيها عيوب قاتلة اقتصاديا، ونعملت يعني رغم أنه في معايير دولية كيف يجري دراسات جدوى اقتصادية، ورغم أنه في وبالذات دراسة تنافسية في السوق وغيره، رغم هذه المعايير والستاندردز الدراسة عمليا جنبت أو أخطأت أو تجاوزت أو أغمضت العين، يعني حتى الآن مش معروف السبب، لكن لم تنفذ هذه الدراسة حسب المعايير من وجهة نظري. كل الدراسات اللي اليوم عملتها هي عملتها باللغة الإنجليزية موجودة على الويب سايت، وبالتالي يعني هي مش معنية أصلا حدا يعرف هذا الموضوع، ولا كان عملوها باللغة العربية، وإن كانت انتشرت للعوام من الناس اللي تقدر تحدد هذه فيها إلى مصلحة فيه لهم ولا لا. التحليل السياسي الاجتماعي الاقتصادي للمنطقة هو أصلا مش مذكور في كل دراسات الجدوى اللي انعملت، وهذا يمكن الأهم إلنا إحنا كفلسطينية تحت الاحتلال وتحت ظروف الاحتلال، يعني وفي ظل هذا الوضع السياسي الحالي إيش اللي هيميز منطقة ريحة صناعية عن باقي المناطق. هذه في الدراسة في كل الدراسات اللي انعملت المتعلقة في المشروع لم تذكر، فقط ذكر إشي واحد واللي هو تسعيرة المستودعات. المشكلة في الخطاب الإعلامي أو الدعاية الإعلامية اللي انعملت عن هذه المنطقة إنها تحل مشاكل الغور، كأنه هي يعني هذا الحل السحري اللي هيحل كل أزمة الغور. ما هي الجدوى الاقتصادية من نقل 42 مصنعاً من مناطق السلطة المختلفة إلى المنطقة الصناعية الزراعية في أريحة؟ لماذا تنقل المصانع البسيطة والمتواضعة المطلوب زيادتها في مختلف مناطق الضفة الغربية وتركيزها في منطقة حرة؟ ومعروف أن تجارب المناطق الحرة عملياً هي تجارب تؤدي أولاً إلى إفقار العمال، بمعنى أن العمال لا توجد لهم حماية، رؤوس الأموال هي المستفيد الأكبر في الجانب الاقتصادي. فشو المنطق من أنه نجبر شركات أو مصانع موجودة حالياً في طول كريم وفي نابلس والقدس ورملة وغيرها إلى المنطقة ريحة الصناعية؟ يعني نبعدهم عن أسواقهم المحلية ونبعدهم عن مدخلات الإنتاج وعن أصلاً الربح القائم في هذه المناطق في هذه المصانع في أماكن تواجدها حالياً، ونجبرهم على انتقال لمنطقة صناعية في ريحة على أمل أنه يصير انفراج في موضوع الحدود، وعلى أمل أنه هذه المناطق تقدر تصدر للخارج، وعلى أمل أنه فعلاً البنية التحتية تكون قادرة أنها توفر مدخلات إنتاج ومدخلات تصدير. يعني أنا بحكي أحد المستثمرين الكبار، أنا مش راح أسكر لا مصنعي في طوباس ولا مزارع الأعشاب في طوباس
ولا مركز التغليف والتعبئة اللي هو 3000 متر مربع أبنية في العوجة عشان أنقل على المنطقة الصناعية. فأنا بحكي عن نفسي، ولكن هذا مش معناه أن أنا ما يكونش لي استثمارات وتوسع في استثمارات في المنطقة الصناعية إذا توفرت الحوافز المالية وتكلفة معقولة وامتيازات معينة يقدر استفيد منها المستثمر. دعونا نستطلع ما هي أوضاع العمال في منطقة أريحة والأغوار. عندنا أكثر من 12 ل 15 ألف عامل تقريبا بيشتغلوا في منطقة الأغوار، سواء كانوا مهربين أو بدون، يعني سواء معهم تصريح أو معهم مش تصريح. هذول الناس بيشتغلوا بالأغلب في المناطق الزراعية، وطبعا بيزداد عددهم أو بنقص حسب المواسم المختلفة، مواسم العنب، مواسم التمور وباقي المنتوجات المختلفة. وهذولا بيعانوا أوضاع اقتصادية سيئة، بيعانوا غياب القانون بالكامل تقريبا. المفروض على هذه المناطق اللي فيها مشغلين إسرائيليين لازم يطبق القانون الإسرائيلي بالكامل حسب قرار محكمة العدل العليا لسنة 2008. مع كل أسف هنا بيطبقوا لا قانون أردني ولا قانون فلسطيني ولا أي قانون ولا قانون إسرائيلي مطلقا، وبعطوا العمال ما بين 50 و70 شيكل أو 80 شيكل بأحسن الظروف، وبتخصم منهم المواصلات، ويصير تقريبا العمال من 40 ل60 شيكل متوسط أجور العمال المدينين في المستوطنات. بشكل عام الأجر بالنسبة للعامل الظروف الاقتصادية صعبة، وشيء غلى عملنا كمان، اللي عنده أسرة والله ما بكفي. أنتوا كم بتاخذوا باليوم؟ احنا بناخذ 70 شيكل، عندنا طلاب مدارس، عندنا طلاب تجار، مثلا أنا زوجتي متوفي، فبحاجة أنا اضطريت إني في العمر هذا اللي أشتغل على أساس إني أساعدهم يعني، وخلي الأسرة تظل مستمرة. قد ايش تاخذ على اليوم؟ 70 75 في تأمين صحي في إشي ولا؟ بس على اليوم. بس بالنسبة للأوضاع المعيشية اللي إحنا فيها هسه، بتكفيناش مثلا 60 شيكل أو 70 شيكل ناخذها. بدك تقيمة على سبيل المثال اللي أنا بالأخير بدك تقيمة 15 شيكل بكل دخان. بدك تقيمة 5 شيكل زودة، هاي بتقيمة 20 شيكل، بكذا بصفي 50. تقريبا 50 شيكل. طب 50 شيكل، أنا أخوتي وأخواتي وأمي وأبوي تساعدهم في الدار. أنا أكبر واحد في أخوتي، طبعا أبوي عشان طلع من السجن وكان محكوم 3 سنين عن إسرائيل ما بقدرش يشتغل. فأنا الوحيد، يعني تقدر تقولي عايشين من كلت الموت زي ما بقولوها. يعني الشغل الله بعين، مرات بكفي ومرات ما بكفي. الآن احنا مش راضيين، واحنا بنحكي وبنشكي ان الأجرة للعامل لرب الأسرة 60-70 شيكل، يعني حاليا 75 شيكل بجوز أكثر واحد عامل من الساعة 7 للساعة 1، وهذه مش أجرة. بعدين عاد عن ذلك ان الزراعة من تعافها مش مستمرة، مش عطول السنة أو عطول الوقت، شهور، موسم 4 شهور 5 شهور الباقي في البيت. فالسبعين شيكل والستين شيكل ما بيسوين شيء في الغلاء. هل يمكن للمنطقة الصناعية الزراعية في أريحة أن تحل مشكلة البطالة في منطقة أريحة والأغوار؟ السلطة ما أجت قالت إنه في بنية تحتية جديدة، لا، أجت رفعت توقعات الناس إنها توفر لهم وظائف، والناس هتنصدم لما ييجوا لحقيقة إنه هي عملياً هاي المصانع مش إلهم ومش عشانهم ومش عشان توفر لهم وظائف. هذه المصانع جاي بموظف فيها هتسكن في المنطقة، وحتى لو وفرت هتوفر أعداد محدودة مش بالحجم اللي بنحكي عنه، وكأنه هاي المنطقة هتحل أزمة البطالة في كل محافظة. يعني إذا أنت نقلت مصنع من طول كريم أو من نابلس أو من رملة كذا، السوق الرئيسي هو السوق المحلي حوالين المصنع، كيف لما تنقليه بريحة بدك تضمن إنه يحافظ على أسواق المحلية؟ إذا خسرها سكر المصنع، فأنت خسرت وظائف مش وفرت وظائف. مش معقول واحد يجي من الخليل أو من رملة أو من طول كرم علشان يسكن في أريحة عشان يأخذ 40-50 شيكل ولا 60 شيكل، يعني بصف بالنسبة له غير مجدي، وبالتالي هو راح يفقد عمله، يعني راح يشغل مجموعة من هون قليلة جدا بأجور بخس كثير، وراح نفقد عمل لناس آخرين في منطقة أخرى. السلطة بالعادة هي بتستخدم أرقام الموظفين المؤقتين لادعاء إنه في وظائف عمل جديدة. السؤال الأهم هو كم وظيفة عمل، ودوليا اللي بنقاس هو كم وظيفة عمل دائمة أنت بتقدر توفرها. فكيف هم حسبوا إنه ريحة أو المنطقة الصناعية هتحل مشكلة بطالة بريحة إذا هم مش عارفين قديش نمو القوة العاملة في محافظة ريحة وطباس؟ يعني حتى لو حليناها إحنا بشكل مؤقت لأربع خمس سنين، ممكن بعد أربع خمس سنين نرجع في نفس المشكلة ونفس القصة ونفس المشاكل المختلفة. كيف تنعكس ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على النواحي الحياتية الاقتصادية والسياسية في منطقة أريحة؟
قضية المصادرة لحوالي 3500 دنم في منطقة أريحة والأغوار الفلسطينية كانت هي مفاجأة كبرى للمستثمر الفلسطيني وأتوقع كمان للسلطة الوطنية الفلسطينية. القرار العسكري الذي جاء لمستأجري تلك الأراضي والمستثمرين من الأوقاف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قبل حوالي 7 أسابيع كانت مفاجأة كبرى للجميع. الأرض التابعة لشركة السلطان حوالي 1500 دنم مستأجر من الأوقاف الإسلامية لمدة 25 عام. المشروع راح ينزرع فيه حوالي 20,000 نخلة تكلفته بحوالي 15 مليون 10 مليون دولار و10 مليون دولار أقرب بشغل حوالي 100 عائلة بتعمل حاليا. الإسرائيلية صادروا 3000 دنم من مزارع التمور على سبيل المثال، يعني 80% من مزارع التمور في الضفة في منطقة ريحة، فبالتالي هدمروا قطاع التمور. إذا تم استصلاح أي أراضي أخرى في منطقة ريحة، ما الضامن إنه الإسرائيلية ما يجوا ويصادروا إما الأرض أو المياه اللي تستخدم للزراعة أو مدخلات الزراعة أو غيره؟ إجراءاتنا قانونية، توجهنا للأوقاف للسلطة لمحامي من الداخل وهم متابعين القضية. القرار الذي كان لست أسابيع تم تجديده لست أسابيع أخرى، نأمل خلال الست أسابيع الحالية أن يكون هناك حلول مقبولة وتعاد الأراضي إلى أصحابها ولا مستثمريها حسب الرسوم. هدف الإسرائيلي منها أنه يضمنوا أنه حتى لو أنشئت منطقة صناعية أنه مدخلات يعني مدخلات الزراعية لهاي المنطقة تكون بشكل أساسي إسرائيلية المصدر أو مستوطنات الأغوار ومش مزارع فلسطينية منافسة. إذن وفي ظل هذه الأوضاع السياسية الغير مستقرة يجب أن نتساءل، ما هو مصير ومستقبل مشروع المنطقة الصناعية الزراعية في أريحة؟ إسرائيل يعني واضح أنها تضع العراقيل وهذا مؤشر خطير أمام إمكانية يعني الحفاظ ودعم المستثمر في هذه المنطقة، واستطاعتها أن تخلق الأعذار المختلفة والأسباب المختلفة، ولكن النتيجة واحدة هي عرقلة نمو هذا الاقتصاد وعرقلة المستثمرين الأجانب من الدخول إلى فلسطين. السلطة الفلسطينية اليوم هي ضعيفة، ضعيفة سياسيا وضعيفة اقتصاديا وبالتحديد ماليا. القطاع الخاص الفلسطيني يجب أن يكون شريكاً أصيلاً في تمكين نفسه وتمكين الإرادة السياسية الوطنية مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتمكين هذه الأجندة. يعني 100 مليون تستثمر في الأراضي الزراعية في الغور الأردن أفضل منها يعني ممكن تكون عوائدها أكبر وأفضل من أنها تستثمر حالياً في منطقة صناعية بدون مزارع، بدون حدود، بدون تصدير، بدون إنتاج، بدون أي شيء. السؤال الكبير حول هذه المشاريع للرأس المال المشترك، ما مستقبله؟ ما تأثيره على الوضع الوطني حتى وليس فقط الاقتصادي، على الوضع السياسي الفلسطيني؟ هل سيكون جزء مكمل لمشروع السلام الاقتصادي الذي يهدف إلى إبقاء هذا الاحتلال وتكريسه وإلى تحويلنا إلى مجموعة من المواطنين الذين فقط نبحث عن فرصة عمل هنا وهناك؟ منطقة ريحة الصناعية توقعاتي وجلمة وبيت لحم وكل هذه المناطق بالأغلب تتحول برضو لمدن أشباح جديدة في الضفة، مش لمناطق صناعية تحل أزمة. Thank you.